مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات، ولليوم خصصناها على معرض وملتقى بنغازي الدولي للنفط والغاز اللي يقام في مدينة بنغازي في فندق تبستي. سنجري أعزائي المشاهدين العديد من اللقاءات لتفاصيل أكثر حول هذا الملتقى برفقة المصور أحمد العبيدي. خلوكم في المتابعة. الحقيقة أنا يعني باسمي وباسم مجلس الإدارة الموسط النفط وباسم رؤساء الشركات النفطية كل عاملين قطاع النفط، يعني أنا أقدم لكم السيد العميد كل يعني التقدير والاحترام والشكر والعرفان بالجميل لكل ما قدمته لنا من توفير الحماية ونجاح هذا المؤتمر الهام. لا شك أنه يعطي انطباع حسن جدا جدا على استقرار وتعافي مدينة بنغازي. اليوم شفت حتى الأجانب اللي جايين، هذه رسالة إيجابية جدا جدا. أنا جيت أنا الشركات الأجنبية وناس راه هاي ليفل، يعني جاي مستوى عالي، يعني مثلا شو المجال جاء مدير عام أفريقيا كله بالكامل، منطقة المجال كله بالكامل قاعد أنا، هذا سينوري بولي، هذا بولو هذا، يعني هذه والباقي الشركات الأخرى. هذه رسالة معناها بأن المدينة متتعافى، مدينة جيدة بإمكان التحرك فيها براحة بتوفير كل السبل الأمان، وهذه راهي ما هي سهلة، هاي تنشر بفلوس بروح هذه. بارك الله فيكم وبإذن الله تعالى، يعني أنا متأمل كل خير في هذه المدينة العظيمة بإذن الله تعالى. سنان ليريت، في بعض الأسئلة اللي نطرحون عليك، لماذا في هذا التوقيت أقيم هذا الملتقى في مدينة بنغازي؟ أيضا والهجمات اللي على الحقول النفطية وأيضا على المؤسسة الوطنية النفط، هل أثرت على عزيمة العاملين في القطاع أم لا؟ شكرا على الاستضافة. الحقيقة يعني عليش اندارت بنغازي، ليش اندارت بنغازي؟ هذه مدينة النفط بنغازي، هذه مدينتي أنا شخصيا، يعني في حاجة انتماء يعني للأرض هذه، أنا مولود في الأرض هذه والحامي
توفي من بنغازي يعني عارف، وهذه فرصة أنا لي شخصيا. وأيضا الفكرة الحقيقة لا أنسى أن كان الدكتور نور بروين الرئيس الأسبق لرئيس مؤسسة نفط كان وراء هذه الفكرة، لأن يعني نحن لما نشوف مؤتمرات عالمية زي الـ OTC في الولايات المتحدة الأمريكية، في هيوستن، زي أدبك في أبو ظبي، قلنا بإذن الله تعالى كما كان في 2013 أن حنديروا حاجة في بنغازي وتحظاه هذا المنظومة كلها، لكن طبعا تأتي الرياح بما تشتهي السفن أحيانا. فاختيار بنغازي لهذا السبب، بنغازي يعني مدينة حتكون عندها مستقبل واعد في الطاقة، مدينة قريبة من كل حقولنا النفطية وأبارنا ومنشآتنا النفطية كلها قريبة من بنغازي. اختيار بنغازي إعطاء رسالة واضحة أنها مدينة آمنة ومطمئنة، أن بإمكان الاستثمار فيها، بإمكان عودة الشركات. فعدة رسائل حقيقة ليش ندار المؤتمر في بنغازي تحديدا. طبعا بالنسبة للهجمات وغيرها، نقول لك أنا حاجة، أن قال شيخ الشهداء مختار الضربة لا تخصم لها تقويك، جدران المجرم وهجم علينا، ومجرمين اللي هجموا على المؤسسه وهجموا على الحقول وسرقوا وخطفوا عاملين وما زالوا في المخطوفين توا، كلها لتثبيط العزيمه. لكن العزيمه تزداد همه ان نحن قاعدين ونشتغلوا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل التكاتف الامني وتحرير المواني وتامينها في كل مكان الحقيقه، هذا اللي خلينا نحن لينا ان يعني ان نستطيع نصل قائمه انتاج عاليه. يعني لولا مثلا قوات المسلحه طردت المجرمين، تامين الحقول ايش نديروا نحن؟ فالحقيقه نحن يعني عندنا الناس اللي مشكلش الناس مشكلش الله يعني. فنحن هذا كله يعني خلى العاملين في قطاع النفط يزدادوا همه وثبات وعزيمه اكثر من اجل انجاح، من اجل زياده الانتاج واستدامته باذن الله تعالى. سيد مصطفى، علي مشروع بناء المؤسسه الوطنيه للنفط في بنغازي الى اين وصل هذا المشروع؟ وايضا هناك من يرى توزيع ايرادات للمؤسسه الوطنيه للنفط لا يتم توزيعها بالتساوي على كافه ربوع ليبيا، نريد تعليق. يعني انا نبدا لك بالاجابه على السؤال الاخير. المؤسسه الوطنيه للنفط دورها ينتهي ببيع النفط والمشتقات النفطيه والغاز وغيرها واعداء هذه الاموال في الخزانه العامه في المصرف المركزي، ينتهي الدور عندها. نحن طالبنا كم مره، واليوم دويت اخرى في الكلمه اليوم اخرى، ان يجب تكون في شفافيه في الايرادات، وعلنا على ايراداتنا. اول اعلان ايرادات كان يوم 6 سبتمبر، قلنا كم حققنا، راح حققنا 13 مليار و667 مليون، هذا يوم 6 سبتمبر قبل الهجوم باربع ايام، الهجوم صار يوم 10، نحن يوم 6 سبتمبر. نبغى شفافيه، كل واحد يقعد شفاف. نحن ملتزمين كمؤسسة نفط بالمبادئ الشفافيه العالميه وفق الصناعات الاستخراجيه، هذا زي ما تقول معيار تقيس عليه. نحن ملتزمين، نبغى الاخرين كلهم يقولوا، كل من حق كل واحد ليبي، مواطن ليبي في شغبوب ولا في طبرق ولا في شخره ولا في قدامس ولا في نالوت، يعرف وين النفط، كم من باع برميل، وكم حقق من ايراد، وين عدى الفلوس، كل واحد يبيها. نحن ندعو للكلام هذا صراحه. فنحن الحقيقه يعني دورنا كما قلت لك يعني ينتهي عند ايداع الاموال في الخزانه العامه. طبعا نحن عندنا مشاريع عديده في بنغازي بسبب الظروف الامنيه كانت اللي اعاقتنا شويه، لكن حاليا يعني على قدم وساق عندنا مشروع حي وجدا، انشانا الشركه الوطنيه للانشاءات النفطيه. يعني صراحه تم مساعدتنا والاستاذ عبد الرحمن عبار، الاستاذ عبد الرحمن عبار شخصيا تولى هذا الموضوع برغم العراقيل، ربما سبب له مشاكل اخرى السيد المستشار في تسجيل هذه الشركه مقرها في بنغازي. ما قدرنا نسجله، قعدنا قريب سنه احنا كعكس، معلش ما قدرناش نسجله شركه، لكن تدخل السيد المستشار وتم تسجيل الشركه. الحمد لله هذه شركه واعده، قدامها مستقبل انشاءات نفطيه، قدامنا اعاده تهيئه الحقول المدمره، حق المبروك وحق الباي وحق الدار وحق الغاني والزناد كل المحطات الثانيه، وين اعاده تهيئه الحظائر خزانه في سدره وفي راس نوف وغيره وغيره وغيره. استبدال الشركه حيكون عندها دور، وهذه مقرها في بنغازي. تو الحمد لله حتستوعب عماله، حتبدا مركز تدريب، حندار تدريب، ونحن وفرنا كل السبل اللازمه لنجاح هذه الشركه برئاسه الباش مهندس نجيب فرج الاثرم وزملائه اسماعيل العالم من شركه الخليج وغيرها من اعضاء مجلس الاداره. فالحقيقه نحن هذا 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 مشروع. المشروع الثاني مركز الخدمي للصيانه، هذا قيد يعني التنفيذ، وانا عندي جلسه عمل ان شاء الله تعالى مع رئيس اللجنه الاستاذ فتحي سعيد الايام هذين، ففي عمل معهد بنغازي للتدريب والتاهيل باذن الله تعالى حتشكل له مجلس اداره. يعني عفوا شكلنا مجلس اداره برئاسه عبد السلام العقيلي، ولا حاطين استاذ عبد السلام العقيلي، يعني هذا مدير تدريب ومهندس ميكانيكي قديم من الرعي الاول قطاع النفط، وباذن الله تعالى حتتحرك هذا المعهد، حينشا المعهد هذا بنغازي. حصلنا قطعه الارض، نسقنا مشروع الخليج العربي منذ سنه 2013 بسبب الوضع توقف برنامج شويه، فعندنا مقر وعندنا مكان حننشي عليه هذا المعهد، عندنا مخصصات ماليه، عندنا حوالي 50 مليون هذين مخصصات من برامج التنميه المستدامه، عندنا فلوس عندنا كل شيء، نبغوا بس نرقحوا شوي هكي. وتو الحمد لله بدينا انطلقنا، حيبدا المعهد ويبدا الانشاءات تاعها، حيستوعب يعني عدد العاملين، حيزال فيه يعني صناعات
تدريبية جديدة ما درناها زي اللحام تحت سطح البحر وغيرها حتندار في بنغازي. هذه المشاريع عندنا مبنى المؤسسة الوطني للنفط حيكون يعني بإذن الله درة كما نقول نحن في شمال افريقيا باذن الله تعالى. المشروع تم اعتماده، المشروع تم اعتماده من دول المحاسبه، تسجيل عليهم في الضرائب، قاعد عند دار العمل شؤون الماليه في المؤسسه النفط تحت شرف السيد العماري. باذن الله تعالى الامور كلها ماشيه، يعني نحن هو مشوار الميري يبدا بخطوه واحده، فنحن هنا طموحين جدا متاملين كل خير باذن الله تعالى. اعزائي المشاهدين ما زلنا متواصلين معك، مرحبا بك عبر قناه ليبيا الحدث. حدثنا اليوم على اقامه ملتقى ومعرض بنغازي للنفط والغاز. والله طبعا احنا المقيمين او السبب وراء قيام هذا المعرض طبعا هي المؤسسه الوطنيه للنفط، وهذه ما نقولش نبي نعتبرها هدية البنغازي، لكن هو يعني واجب من المؤسسة لاعتبارات تاريخية قديمة على بنغازي. بنغازي هي أساس بداية قانون النفط، بنغازي هي أساس مقر النفط منذ إنشائه يعني منذ قانون النفط، وبالتالي هذا يعني رسالة واضحة أعتقد مؤسسة أن المؤسسة بنغازي تقع في أولويات اهتمامها، وبالتالي تم الاتفاق على هالمعرض. المعرض هذا طبعا وراها رسائل كثيرة الحقيقة، اللي هو نثبت للعالم أن بنغازي آمنة بالفعل وليبيا كلها آمنة، لكن بنغازي طبعا واضحة أمنها، وهذا اللي شفناه يعني شافه جميع يعني بوجود القيادة العامة برئاسة على رأسهم السيادة المشير. فيعني الناس كلها سواء الليبيين اللي من مدن ليبيا المختلفة كانوا معنا من ضمن الوفود رؤساء الشركات، كلها الحقيقة أثنت ولاحظت يعني بأم عينهم الأمن والأمان اللي يعني لم يكن ليحدث لولا القيادة ولولا انتصارات جيشنا البطل في تحرير مدينة بنغازي وتحرير المواني. يعني لو لم تتحرر المواني سواء في المرة الأولى أو في المرة الثانية وتحريرها من العصابات طبعا الإرهابية المجرمة، ما كان يحدث لمثل هذا المعرض، ولا كان الإنتاج يصل للرقم اللي وصلنا له اليوم، نحكوا على 1,250,000 وفي ازدياد. فالفضل يرجع طبعا للقيادة العامة للقوات المسلحة رأس المشير، وهم مهتمين اهتمام كبير لإنجاح هذا الحدث يعني. والدليل طبعا وجود الأفندي خيري معنا اليوم مدير مكتب القائد العام، واللي نحييه ونحيي من خلال القيادة العامة ونحيي قواتنا المسلحة ونحيي الشهداء أرواحهم اللي يعني الشهداء اللي دماؤهم ارتوت به أرض بنغازي اللي نقف عليها اليوم. يعني هالمنطقة هذه تحديدا منطقة تبستي يعني كانت من الناس تعتقد أن المستحيل أنها تعود فيها الحياة وتستمر فيها الحياة، لكن بنغازي أقوى وبنغازي بإذن الله تتعافى. والمؤسسة كل مشاريعها الكبيرة في التنمية المستدامة كلها موجهة لمدينة بنغازي، فزي ما أشار السيد رئيس مجلس الإدارة عندنا طبعا مقر كبير إداري كبير يعني حيكون ممكن أكبر على المستوى الإقليمي، مجمع بالكامل، حيكون فيه البنوك، حتكون فيه الشركات، حتكون فيه صالات معارض كبيرة، وهذا بديم في خطوات متقدمة لخطوات الهندسية كل المشروع بإذن الله تم. عندنا مشاريع أخرى طبعا ما بمش نعيد ذكرها، لكن ذكرها السيد رئيس مجلس الإدارة، حيكون عندنا توجه وفق الإمكانيات المتاحة من برامج التنمية المستديمة لجامعة بنغازي طبعا بإذن الله تعالى حيكون عندنا هذا التوجه، وعدة مرافق في بنغازي بالتعاون مع المستشار عبد الرحمن طبعا اللي هو يقدم الدعم الحقيقة وفاهم وضع المؤسسة وما قدمت المؤسسة وما تقدم المؤسسة، لأن المؤسسة لكل الوطن يعني، وأسمى المؤسسة الوطنية للنفط فهي لكل الوطن، وهي يعني موجودة في كل مكان، حتى حاولت أيادي الإجرام أنها تداهم مقرها في طرابلس، لكن احنا موجودين في بنغازي، موجودين في الحقول، موجودين في المواني. فتحية لمن قدم أرواحهم فداء لبنغازي وللوطن، وتحية لمن كان لولاهم لم نكن يعني اليوم موجودين على أرض بنغازي وفي قلب بنغازي في وسط بنغازي. شكرا. شكرا، بارك الله فيك. سيادة المستشار، بنغازي تثبت للجميع بأن هي الآن مدينة آمنة، وإقامة هذا الملتقى هو دلالة على ذلك. الحمد لله، أولا شكرا لقناة الحدث على مواكبتها لهذا الحدث الهام. أنا يعني يسرني أن أعبر عن بالغ سعادتي الحقيقة أن أختم أعمالي في بلدية بنغازي بإقامة هذا المنتدى الاقتصادي الهام. لعل البعض لا يعلم أهمية مثل إقامة هذه المنتديات، هي رسائل كبيرة، هي يعني تبعث اطمئنان لكل الجهات الاستثمارية في العالم، لكل المؤسسات الاقتصادية الهامة، بأن قطعنا شوط أو قطع شوط في بنغازي لتثبيت الأمن والاستقرار، وما إقامة مثل هذه المنتديات إلا دليل على ذلك. علمنا الحمد لله، وأنا أعلم قبل ذلك، أن هذا المنتدى منذ 2014
وهو يخطط لإقامته. أنا سعيد بأن يكون هذا الحدث تم الآن، وهو يعني مفيد جدا جدا، وأعتقد أن هذه الأعمال هي التي تفيد الناس وهي التي تفيد الوطن. أما التمسك بالكراسي والتمسك بوجهات النظر ربما الخاطئة، أعتقد أنها عوامل شد الخلف. هذا الملتقى عانينا الكثير، وقومنا كثير من التيارات المختلفة في سبيل عدم إقامته. لا أعلم إلى ماذا يستردون وما هي الرؤية التي لديهم، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قناعة القيادة العامة للقوات المسلحة التي تدرك معنى أهمية إقامة مثل هذا الملتقى، وهو أيضا يعبر عن أهمية توحيد المؤسسات، أصرت القيادة العامة على أن يقام، وبالفعل أقيم ونجح، ونحن سعداء في هذه المنطقة. أتمنى المزيد. هناك اتفاقيات حدثت في الماضي في الفترة الماضية مع الإنجليز مع الطليان لإقامة منتديات القضية. أتمنى على اللجنة التسييرية الجديدة في بنغازي أن تكمل هذا المشوار، لأن إقامة مثل هذه المنتديات عندها أثر بالغ تحدثه على المستويين الداخلي والخارجي. شكرا لقناة الحدث مرة أخرى. يعني اليوم في كشركة التفوق الدائم اليوم في ملتقى ومعرض بنغازي للنفط اللي يضم العديد من الشركات النفطية سواء محلية أو دولية. نعم، نحن شركة التفوق الدائم شركة تدار بأيادي ليبية الحمد لله. شرفنا العديد من المشاريع عندنا في بنغازي، من ربط العديد من المصارف وفروعها على مستوى ليبيا. عندنا العديد من الفروع موزعة في ليبيا تدار بأيادي ليبية الحمد لله. كان لنا شرف تنفيذ تأمين مدينة بنغازي الحمد لله. انتم الآن أكيد تشوفوا في كاميرات التأمين اللي عندنا، بوابات الإلكترونية اللي منتشرة في بنغازي الحمد لله. نحاول ان احنا بإذن الله الأيام القليلة القادمة نطلعوا بالمشروع هذا ونتوسعوا فيه أكثر بإذن الله إذا الله أراد، ونكون سبب في تأمين بديل بنغازي وتأمين ليبيا بالكامل بإذن الله بأيادي ليبية إن شاء الله بإذن الله. نعم، الله يسلمك. مازلنا أعزائي المشاهدين متواصلين معك ونأخذ الإعلامي خالد عثمان. خالد، اليوم بنغازي تتعافى، قراءتك أنت كإعلامي لهذا الحدث داخل مدينة بنغازي؟ يعني حضرتك قلت داخل مدينة بنغازي، إذا هذا الحدث سيكون كبير بحجم المعاناة التي عانتها مدينة بنغازي. بعد المعاناة يأتي التعافي بشكل سريع، وهذا التحدي الأبرز، أن إذا كان هناك تعافي سريع إذن هناك نجاح أسرع لأي مواجهة كانت مع سواء مع قوى الظلام مع الذين يحاولون تأخير مسيرة الوطن. لكن عندما يكون هذا التعجيل والتسريع في عملية الإنتاج لأهم قطاع في ليبيا وهو قطاع النفط والغاز بمؤتمر دولي وملتقى ومعرض، إذن هناك حركة وعجلة الاقتصاد الليبي ستكون متعافية بإذن الله تعالى خلال المدة القادمة، وبشكل علمي وبشكل جيد في مستوى جيد جدا. أيضا أن هذا التعافي وانطلاق هذا الملتقى يعطي الملمح الآخر، وهو الرسالة التي دائما يجب أن نهتم بها، وهي الرسالة الخارجية. العالم الخارجي ينتظر مثل هذه الأعمال، ينتظر هذا التعافي في صورة انطلاق مثل هذه المؤتمرات، العمل بشكل حقيقي، إرسال تعاقدات معينة، الانطلاقة في أعمال نهضوية حقيقية من أجل ليبيا. الحضور كان كبير جدا من مختلف أنحاء ليبيا، يعني شفنا شركات من الزاوية، شفنا من سرت، شفنا من طرابلس، شفنا من شركات من كل أنحاء ليبيا. إذا هذا أيضا ملمح آخر، وهو يعبر عن مدى تلاحم قطاع النفط في بوتقة واحدة من أجل إنقاذ ليبيا اقتصاديا، ويعني هذه مسألة أصبحت مؤرقة لليبيين جميعا. وإن شاء الله يكون في انتظار الانتصار الآخر، وهو انتصار على قوى الظلام، ويأتي بعد ذلك انتصار التوعوي والثقافي بإذن الله تعالى، اللي ممكن لازم تقوم به القنوات والإعلام بصورة عامة، وعلى رأسها قناتكم موقرة إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. نحن شركة إداتا لارتكاز المزودة للنت في الحدث مجاني، نت مجاني بقوة 200 ميجا. زودنا الفندق تبستي الفندق نفسه، وزودنا المعرض بالكامل، وقاعدين نشتغلوا على لإنجاح المشروع هذا في بنغازي، والحمد لله لأن تو شغل ماشي كويس. Thank you.
والحقيقة ربما نحن لعجالة الوقت وعدم يعني كما قال الأستاذ عبد الله عثمان من بش كلمات طويلة، فكانت كلمة مقتضبة يعني بدقيقتين أو ثلاثة تحدث فيها. لكن يعني لازم نشكر هنا اللجنة التحضيرية برأس باشمهندس مسعود العوامي وكل زملائه في فريق العمل. الحقيقة تحدوا كل الصعاب، لو شوفوا صعاب لو هم ما عندهمش الهمة وال يعني الشجاعة الداخلية في النفس ما كانش ينجح المؤتمر هذا ولا كان يصير منه، إن كان في معوقات كثيرة جدا جدا. لكن الحقيقة هذا كله ينم على شيء واحد فقط بس، هو حبهم ولاهم لهذا الوطن. وإنجاح هذا المؤتمر في هذه الظروف، حتى الظروف يعني الطبيعية الأمطار وغيره وكذا، ما خلاهمش يعني يقول لا والله الجو مطر وكذا ماش حنديره. وبالنهاية طيبة الحمد لله، واليوم جو جميل جدا جدا، وانعقد المؤتمر وزدنا زيارة طبعا للمعرض منظم بطريقة جيدة حقيقة. نعم نعم، وشكل طبعا شكل منظمة لاختيارهم هم كلجنة برئاسة باشمهندس مسعود، اختار شكل الواحد المعارض بناء على يعني مسابقة، ما كانش يعني عمل عادي، كان مسابقة أثبت جدارتها ونجاحها في يعني في تنظيم هذا المؤتمر. يعني هذه عينة من المؤتمر الأول بإذن الله تعالى، زي ما كان يطمح الدكتور نور بروين حيكون بإذن الله تعالى يوما ما وقريب نشوفه حيناهز المؤتمرات العالمية كبيرة للنفط، سواء في رافينا في إيطاليا ولا في الأو تي سي في هيوستن ولا في الأدبك في أبو ظبي، لأن عندنا كل مقومات النجاح وعندنا الهمة الوطنية العالية. فهذه تجربة ممتازة سيد مسعود، أنت كل زملائك خطوها بنجاح بفضل الزملاء. نعم أنت وزملائك قلت لك يعني تجربة ما كانتش عادية، ما كانت سهلة أنك أنت تلم الناس كلهم وتدير لجنة علمية وتفرز الأوراق ويعني وتطلعها وتوظبها كما نقول نحن، وتدير لها حوكمة وتحكيم يعني عمل راو غير عادي في ظروف غير عادية الحقيقة، ظروف صعبة. لكن الحقيقة يعني أنتم تحديتوا كل الصعاب، أتمنى لكم كل نجاح وكل توفيق، وبإذن الله حنشوف نسخة جديدة. هذه النسخة الأولى، النسخة الجديدة بإذن الله قريب، ممكن السنة الجاية ممكن السنة بعدها حتكون أفضل بكثير من هيك. لعند إن شاء الله إندار مبنى المواصلات نفتح فيه سارة معارض كبيرة، يعني حتكون هذا واحد من أهداف إنشاء المبنى، هو سارة معارض كبيرة لتجميع كل يعني العارضين وكل الشركات. وهذا اللي بحب نقوله. ما لكن مسعود ما تقولش تو انتهى المؤتمر يومين هذينا، خليك حتى هنا انت وزملائك كيف خليت النحل، حاولوا تستغلوا فرصه وجود الشركات والعارضين وكيف تقربوا ديروا كيف يقولوا رجل لرجل ولا بيرسون تو بيرسون. نعم نتوركينج تقابلوا بعضكم، حتكون فرصه عظيمه للشركات البيئة. والله شباب شفتهم اليوم في كل التخصصات، في الاي تي في الان دي تي في كل شيء، يعني في التكنولوجيا في النقل، احنا صراحه وشباب كلهم ومتحمسين ومتحفزين. فهذوما لازم تاخذون بيديهم ولازم تخدموا معاهم ولازم تساعدوهم. وفيه يعني عندنا نحن ننفق يعني ميزانيتنا اكثر من 2 مليار يعني على مسيرة تشغيليه وراسماليه، يعني هذين جزء من السوق الوطني، السوق المحلي، شركات الشركات الليبيه، الشركات المحليه. لازم تعرفوا بينهم اكثر ولازم تنسقوا اكثر. تعال دكتور نوري، تعال دكتور نوري الفلو، انت ايضا يعني رئيس اللجنه العلميه، انا لا استطيع ان افك ب يعني بحقك من الشكر على اهتمامك. الدكتور نور الفلو يعني احد الاستشاريين في المواصلات نفط، ويعني وخبير نفطي وخبير اقتصادي ايضا، وله نشاطات غير عاديه خاطر النفط، يعني عنده نشاطات حتى نشاطات ثانيه اجتماعيه واقتصاديه وغيرها يعني ومهنيه. الحقيقه يعني الدكتور نور يتميز بالحيويه بالعنفوان، وكان يعني حريص جدا على نجاح المؤتمر وعلى تحركه ويعني وترك اهله واسرته ويتنقل بنغازي، جاء كم مره وقام عز يتابع زي خليه النحل. الحقيقه يعني هو وزملائنا في اللجنه التحضيريه واللجنه العلميه انا نشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى كل توفيق ان شاء الله ونجاح. بارك الله فيك. شكرا اعزائي المشاهدين، هيك وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم برنامج متابعات، على امل ان نلتقي بكم في حلقه اخرى. والى ذلك الحين تقبل تحياتي عوض البرغثي والمصور محمد القماطي والمصور احمد العبيدي. حفظ الله ليبيا، في امان الله.